عايز اقول لك ده طويل ولا بيجي يا اخوي؟ لا بيجي بيجي، ساكن قريب يا اخ، ساكن قريب. لكن والله يا احمد يكون عنده تمرين ولا حاجه. ايوه ذكرتني يا اخي بموضوع التمرين ده. يا اخي والله الحكم بتاع امبارح ده عمله واضحه يا اخي، والله ظاهره يا اخي. يا اخوانا تاني حكم يا اخي، الجون ده واضح بلنتي ظاهر يا اخي، ضارب وداري قتله عديل. انت الحكم ده والله العظيم قرب يموت، عديل قرب يموت. الحكم ده مديله قروش يا اخي، قروش شنو يا اخوانا يا اخي؟ الواد بايت المستشفى قروش شنو يا اخي؟ انتوا جايبين جزار يا محمد جزار يا اخي. يا اخوانا دي كوره ولا حاجه ثانيه؟ هاي كوره، لكن انتوا يعني انتوا هسه لاعبين كوره صح يعني عليك الله؟ هسه زوكم زوكم ده هسه زون ده امبارح هبشوا ولا جابوا جنبه؟ يا اخي ماشي كده ساي، والله صحيح فريق الكتاحه، والله صحيح فريق الكتاحه، وما كلهم رقيقه، والله اذا كنت ذاته ما كلهم رقيقه. يا اخي عمل لك كده يقع، طلعين رقاق وماشي، يا ماشي ساكت بس ولا هبشوا، لعبنا ولا هبشوا، بس برد دلب يا خبط الوطن طوالي الحكم يا اخي. ده داري بيش يا محتاج ده، ولدكم ده محتاج يبي زول يا اخي، ده ما كواي عديل وماشي يا اخي. انتوا الكوره بس تشتروا يا اخي، ده لو ده ماشي بجنبي سنه والله، لو ده ماشي بجنبي يجيني ملاريا يا اخي. انا بنجيب اولاد بنعزلهم اولادنا ده، انا احنا انت اقول لك كلام والله العظيم، انا احنا اقول لك انا احنا النادي بتاعنا ده شو ما قادر نعمل اتحادك ده قاعدين نعمله. انا احنا انا احنا اولادنا ده بنجيبهم مش سنيه، والله مش سنيه، والله احنا بنتابعهم من مليون، بنتابعهم كده واع طق 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 لما يعني نجيبه فوق. يعني انتوا خلاص يعني قد قدنا مش كده؟ يا اخي انا احنا يعني نتعب التعب ده كله تجيبوا لنا يا اخي بولدوزرات يا اخي؟ لا لا يا اخوانا ده بولدوزرات معانا كرة القدم في البلد. الكرة الياغة يا استاذ، الكرة الياغة، الكرة الياغة، مش اجيب لي زول ما كلم رقيقة تعمل لف كده يقع يا اخي. يا اخي الكرة الياغة خلينا يا اخي، دي انت مشترينه بكم عليك الله؟ دافعين في كم يا اخي؟ الكرة الياغة دي قولها هناك يا هني، دافعين في كم؟ الكرة الياغة دي قولها في يعني قولها في ميدان مصارعة، ما في ميدان كرة القدم يا اخي. الكرة ذاتها دار الياغة، الكرة اللي مهدد وفن وذوق، ما في حاجه اسمها زوق. الكوره دار الياغه لعبه فريغي، تخط على كده ده تجيب اجل برد دلب يجي واقع على الوطن تجيب اقول اش الواد ده، الواد ده جاي ده ها ها عليك الله لما نجي والله يوزي النسمه، والله زي النسمه. لا والله خلينا يا اخي، بس خلينا نجيب له زول اجل والله ده فيه خمسه ابدا، انا زاد سكت مني يا خمسه خليني اجر يا اخي، انتهى من الموضوع ده يا عليك الله. عندك عليك الله عندك واحد بس، عندك واحد بس في تيمك ده بيجيب بمليونين. لا عليك الله خلينا، لا عليك الله خلينا يا اخو، تيمك ده فيه زول يا اخو، اخو تيمك ده فيه زول يا اخو، انتوا تعبانين يا اخو، مدينين قروشكم في الرهاب ساكت يا اخو، اي زول بس تجيبوا طاخ طاخ طاخ، عندكم قروش والله جنعانين منها بس ما عارفين انتوا قدام وين يا اخو. احمد بقول لك اعمل يا اخو، انتوا الناس المساكين ده يا اخو، عليك الله يا اخو، بدل تشتروا بقى زول يا اخو، عليك الله. والله انا هنا اقول لك كلام يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت شايف كيف الحال؟ ازيك يا كابتن؟ كيف الحال؟ احوالك تمام؟ تمام الله يديك العافيه. كيف الحال؟ تمام تمام والله الحمد لله. معلش تاخرت شويه كده. انت مالك ما عرفته ولا شنو؟ ده كابتن؟ ده ما بتاع الجون يا، ده ما بتاع الفاول ذاته. ده بتاع الفاول؟ ده الواد ده اللي دارين تقتلوه عادي، ما عرفته ولا شنو؟ انت بتلعب في الكتاحه؟ كيف يا اخي؟ ما حضرت الكره الاخيره انت ولا شنو؟ انت جبت فينا الجون؟ كيف؟ ها؟ انت جبت ده جاب فينا الجون؟ الكرة لا الجون شنو الكرة اساس لا لا اسمعني لا انا ما اسالك سؤال، ده جاب فينا الجون يا اخي؟ ما بدفع لك مقدم ثلاثة شهور يا محمد. ثلاثة شهور ولا 200 شهر يا سيدي؟ ده الزول جاب الجون امبارح فينا يا محمد يا اخي. الكرة ما عندها علاقة بالكلام ده، كلمة عندها علاقة، كلمة عندها علاقة. دقيقة دقيقة يا حسن حسن، انا ده اقول لكم حاجة محمد، ده ما اسمعني شوية صعب عرفته موضوع الكورة ده نصاب هسه. لا لا انا ما اتكلمت عن الكورة يا محمد، انا جايب معي مقدم يا اخي عليك دقيقة بس عليك يا محمد الشغل انا بتمه بتمه انا بتمه انا ما مشكلة يا محمد. يا اخي الكلام ده اكله ايش يا اخي؟ اكله ايش؟ الزول ده داير له غرفة ها؟ عليك الله يا اخي، ممكن القاه عندك، ممكن القاه عند اي زول. سين سؤال والله العظيم ما ادري اوديها لزول ثاني. سين سؤال سين سؤال سين سؤال، الزول ده بيلعب في الكتاحة؟ بيلعب في الكتاحة. الزول ده جاب فينا الجول امبارح يا محمد يا اخي، صلى على النبي يا اخي. يا اخي ما جاوبني على قدر سؤالي يا اخي، جاب الجول هاي ما هو ده وجهه. يا محمد يا محمد انا دار، يا محمد انا دار اقول لك حاجة، انا بلعب في الكتاحة هاي، انا اجر بيتي للزول بيلعب في الكتاحة. طيب ماله يا اخي فيها شنو؟ يا حبيب امشي خلي الكتاحة تأجر لك بيت يا محمد. لا محمد 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 كده، انا ما قلت لك كتاحة. يا بيتي مال الايجار، اسمع انا بيتي مال الايجار محمد يا اخي، انا ما باجر بيتي يا اخي، انا ما باجر بيتي لزول، انا ما باجر بيتي لزول كتاحي محمد يا اخي. ثلاثة كاش وبيلعب كمان مش مشجع، بيلعب كمان عديل كده في الكتاحة، واجي انا اجر لي بيتي يا محمد؟ ده شغل كيف يا محمد يا اخي؟ ده شغل يا اخي، يا اخي انا ما مأجر البيت ده ثلاثة شهور. يا اخي امبارح انا ما تعشيت بسببه يا اخي، اقول لي شغل هاي، لكن عشاك ده ما عنده يا اخي. اقول لك حاجه، احنا فريق وندا ذات لعبنا معاهم، والله ما اقول زحمني 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 يا اخي زحمني. صل على النبي صل على النبي يا حسن، دقيقه حسن انا عندي حسن حاجه، اسمع كلامي انت، انا اقول لك حاجه، اسمع كلامي يا بني ادم، اسمع كلامي يا اخي. عليك انا تقول لي فريق وبتاع عمك ده انا عارفه شويه صعب،
كويس أه. انا درت لك الشغل ده طلع البيت ده يا حسن ما انا فهمت والسعر ده ما بتلقاه والله ما بتلقاه يا اخي انا اسمعني اسمعني انت يا كويس يا اخي فينا جون يا اخي فينا جون يجي فينا جون يا اخي انا تعبان اشجع وكولك اشجع وكولك ومسجل في الناس ودافع لهم القروش دي قدام اربعه يا فوت تقدر تلقى ما تجري يا اخي انا اجر للبيت كمان اساعده اسمعني والله رامي بتم اجر يا زلمه من فريقنا لا اجر لا اجر لا لا اسمع اربع شهور مقدم وانا والله العظيم يا زلمه شوف يا زلمه اقول لك كلام يا زلمه اقول لك كلام الشهر الرابع بدفع انا ثاني حق ثلاثة سنه مقدم انا بيتي ما باجر له يا محمد انا بدي اقول لك وجهه نظر دقيقه يا انا دار انا اجر بيتي لزول يا اخي انا دار اقول لك وجهه نظر اسمعني فريقكم الغلبنا وده احنا زادنا بعد الكوره مشينا عملنا فتة بتاعت بوش في الدكان قعدنا تعشينا مع بعض الحارس جبت فوق الاغوان قاعد يتعشى معي تجي تقول لي احنا بتاع يا اخي الكوره دي ما براء والايجار ده براء يا حمد الكوره ما براء ولا اي حاجه يا حسن يا اخي الكوره براء يا اخوانا انت ما تتدخل وانا ما جننونا الكوره براء ولا الايجار براء اي انت في مش فرقه كتاحه خلاص خليك كتاحه تعجر لك لا لا يا حمد يا حمد حمد يا اخي الكلام ده كده ما بيجي يا اخوانا ما تتدخلوا معانا يا حمد يا شباب احنا بربطنا شنو يا حمد يا اخي احنا بربطنا شنو يا اخزاته في بيناتنا السلام عليكم يا اخي صلاتكم على النبي يا اخي يا اخوانا يا اخي دارين نتم شغله صغيره دارين نتم الشغل ده يا الراجل ده يا اخي اتعصب لنا شديد جدا جدا همك يا اخي الراجل امبارح حسن ده بيلعب في تيم رابطه والله العظيم رابطه بعدين جابوا فوقه جون عمك هايج وداري جوت وبتاع ها يجي فينا جون يجي فينا جون واجر له بيتنا والكلام ما في الايجار الكلام الكلام ما في الجون قال شنو اسمع ما في الايجار يا اخوان اي 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 وانا اقول لك كلام انا اقول لك كلام دقيقه انا اقول لك كلام اسمع انت بالمناسبه انا فاتت علي اخوك القاعد برا ده بشجع الكتاحه ولا بشجع العاصفه يا حمد اخوك القاعد برا لا 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 ما هو ثاني دقيقه عليك الله دقيقه الكلام دخل البيت يا حسن كلام دخل البيت يا حسن كلام دخل البيت يا حمد انا يا حسن يا حسن دقيقه قوه في محلها القوه في محلها لكن اظن بتكلم معي انا اخوي وانت ما عارف العلاقه اللي بينه وبينه ها جدا ما في مشكله لو سمحت يا اخي انا ما عندي مشكله يا حمد لكن انا هقول حاجه محدده يا اخوان ده كلام باختصار كده اسمعني باختصار كده باختصار كده اخوك ده الدايري يعقد عليه اخوتنا دي بيلعب في الكتاحه ولا بيلعب في العاصفه لا جاوبني بس جاوبني لا جاوبني يا احمد احمد جاوبني جاوبني معلش معلش يا احمد معلش يا احمد معلش يا اخي ده نصب ما في حاجه اسمها نصب في حاجه اسمها كوره جاوبني بس يا احمد يا اخي بيلعب وين تلفاتني بشجع منه بشجع الكتاحه بشجع الكتاحه خلاص شوفوا له بنت انا خلاها تعرس يا اخوانا خلاص انا رايح لا خرجونا 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 بالله عليك والله خلاص يا دقيقه يا اخي شوف رزقنا خرجونا بالله يا شباب لا لا دقيقه على انا ما عندي بيت باجره يا اخي كذا البيت خليه يا اخي اسمع الناس كلها لو قال اجر انا ما باجر جدا نزالوا نبدا باول زول من هنا ابدا بالزول ده ذاته ازاله ازال الزول ده يا اخي انا ده راجل من الزول ده البيت بتاعه كتاحه يا اخي وانا لاعب في نادي غلبتهم وابي اجر للبيت رايك شنو في الاسكشن حضرتك ده بوضوح كده بس الله يبالغ والله كيف بالغ يعني عمل شنو؟ يعني ما مفروض يدخل الكوره مع الايجار يعني دي حياه براءه والكوره يعني ما حار يا اخي الغلب ده ما حار يا اخي حاجه بتصير الناس اللي هم بالغت في الشغل هون لا الزول ده صعب ما حار يا اخي والله حي صغيره بس يعني الدوري الافريقي كويس يا حمد يا حمد يا حمد انا اقول لك حاجه هذا واحد قال لك انت صعبتها شوف لنا زول ثاني حيقول لك ذاتك صعبتها يا اخي الناس بيموتوا عديل الكوره دي الناس بيموتوا فيها يا اخي يا حمد اسمع رايه فعلا صعبة ما في علاقة بين إيجار البيت والكورة، الكورة حاجة والبيت برا وإيجار ثاني. انصر يا أخي والله العظيم كلامك سكر عديل كده. قاشر يا محمد يا أخي ما تتمسك شديد مغلوب. يعني. أنت ما مغلوب، أنت ما أنت أظنك ما ضبط الغلوب قبل كده ما غلبوك. أنت غلبوك جاب فيك واركو ما لاعب عادي ما مشكلة. رابطة كمان قال لك. خلاص بعد شوية لاعب عادي بعد شوية حيكون واركو يعني الفرق شنو؟ ما مشكلة مشي الجماعة يعني. ماشي 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 ماشي. يا محمد أدين كم نفر قال لك ماشي ناس مع زول ثاني يا محمد. ما في حاجة والله يا ما هو الكورة ما لها علاقة بإيجار يا أخي. حاجة هذه في الكورة يا حي غلبوه غالب ما غلبوه كورة أصلا نظامها كده هي. مشيوا خلوا مرة جاء مرة دي مشيوا بس